المباشر. تفضل. اذا متبعي قناة شوف تيفي انتم دائما معنا من وسط المدينة وبالضبط من مكان ديال الحي. اذا في هذه اللحظة معنا السيد نائب رئيس المقاطعة سيدي بليوط اللي هو حاضر في عين المكان الحي هذا. سيدي شنو المشكل اللي شنو هو العائق ديال هذه المنازل اهل السوق؟ شنو العائق بالنسبة للحكومة انه مازال ما بغاش يحل هذا المشكل؟ اولا شكرا بعد على الاستضافه وكنحمد الله بانه فعلا ما كاين حتى شيء في هذا الحريق اللي وقع الان في هذا الدور اللي هذا المنزل اللي مهدد بالسقوط وعنده الرخصه ديالو باش الافراغ ديالو، ولكن وقع فيه ما وقع الان الحمد لله انه ما كاينش هناك لا اصابات ولا ارواح في سميتو كنحمد الله. فيما يخص العوائق فالعوائق كثيره جدا اللي كيخفى عليكم فانه المدينه القادمه هذه مده ديال واحد السنين تقريبا من 95 وهما هذا المشكل باقي كيتجر وكيتجر من سنه الى سنه. فاولا هناك اكراهات كما جاء على لسان كما شفت انا قلت لكم بانه كان عندنا يوم الخميس واحد اللقاء في واحد الدوره في الدوره ديال اكتوبر في مقاطعه سيدي بليوط، كان عندنا اجتماع فيما يخص مع الشبكه المختصه في تحويل الاسكان مع ديال السكان ديال المدينه القديمه. الاكراهات كثيرا اللي لقينا معهم واللي هما بنفسهم كيعتبروا ان اكراهات، ولكن هذا ما كاينفيش ان هذه الاكراهات غتكتفنا هنا ايدينا، لان عندنا بعض المطالب اللي وضعناها اليوم باش نلقاو الحلول السريعه لهاد الناس. لانه باش كتفسر ان رئيسة المقاطعة سيدي بليوط اصدرت في الدور الفات قرارات بافراغ عده منازل وما كاينش الحلول، هاد الناس اصدرتوا قرارات باش تفرغوا من منازلهم، فين هو الحل؟ واش المنزل اللي مشيت فوقك اللي غادي يسكنوا ولا غادي يخرجوا للشارع؟ كما يعرف الافراغ اللي كتجي القرارات اللي كتجي هي بناء على 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 معطيات محدده كما كتعلم، لانه ماشي مقاطعه هي اللي كتحدد هذوك القرارات، فانه كاين هناك البي دو زو ومجموعه ديال المهندسين اللي كيحدوا بان هذه الاماكن راه ممكن وكتسبب الخطر. ان ممكن انني انا الا خليت هذاك السيد ما علمتوش وما درتش الدور ديالو بالاخبار ديالو بان فعلا راه عنده واحد المشكل في هذاك الدار لانه خصو يخرج منها، انني كمقاطعه كندير واحد الدور هو انني اخبار بعد هذا السيد كنعطي هذاك القرار على اساس انني كنتكلف مع لا سونانداك ولا مع الشركه اللي مكلفه بالتهيئه ديال هذه المدينه القادمه انها نسرعوا الحلول. هما تيقول لك باننا الان عندنا 254 دار موجوده، حنا كنقلبوا عليهم انه باش الاخوان يوجدوا لنا الملفات ديالهم بمشكل لهم يستافدوا، ولكن ملي كتجي مع المواطن كتلقى هناك اكراهات اخرى انه ما عندوش هذوك القيمه ديال مثلا 100,000 درهم، ما عندوش القيمه باش يخلص واحد هذاك النوطير باش يخلصوا. كتقول لك على الشقق اللي مزوده الان في النسيم، الشقق مجموعه من الشقق اللي كانوا يزادوا لنا من نازيه المدينه القديمه الان مغلقه، ما عرفناش شنو السبب، كيقولوا ان الارض تابعه للمياه والغابات وهي مغلقه كانوا يزادوا من الساكنين المدينه. ما نقصش نظرك لانني لا علم لي بهذا المشكل هذا، لانني انا بالنسبه لي هذا خصك تسول السيد اللي كيبني هذه الدار. دابا اللي سعد فيها العافيه هي الناس معلومه عندهم قرار بانهم باش يفرغوا، ولكن نظرا للصعوبه ديال تنفيذ هذاك القرار انهم ربما عندهم اكراهات هما، ربما عندهم واحد التفرع، عندهم واحد القيمه الماليه ما عندهمش، فتلقاو هذا المشكل. هاد الناس هادو الان حنا غادي نشوفوا معاهم بالمساله والبيجال الامن ولو سميتو واش كاين شي حل الي دابا ولا غيخرج؟ غادي نشوفوا، خصنا نشوفوا من بعد الحاله كي دايره ديال الدار، بعدا نشوفوا بانهم نشوفوا بانه ما عندهمش، ومن بعد غادي نحاولوا اننا نلقاو واحد الحل اللي اني اللي يمكن لنا باش يعيشوا هما في هذا البلد هذا، نلقاو واحد الحل اللي يخرجوا به. شكرا سيدي. راه انا اللي جبت البومبي، راه ما بغيتش نجيب البومبي، غادي نجيب مشيت تل شهيد. انا كاين وعندي انا مشيت انا اللي جبت البومبي. اذا متتبعي قناه شوف تيفي استودعكم الله الى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.